المهم بيبدأ بالشاب الكحيان ده واسمه اليوس، وعيني صعب عليا والله لان كان في قراصنة قبضنا عليه، بس هو ما صعبش عليا عشان كده، هو صعب عليا عشان كانوا ناويين يقتلوه بطريقة بشعة قوي، الا وهي الخزوقة، يعني لو وقع هيموت متخزوق، واصحابه الاموات لما تسأله انت مت ازاي يقول لهم متخزوق، يعني ده يبقى شكله ايه في وسط الاموات والنبي. وعشان ما تكونش نهايته وحشة كده قرر انه يكسب اي وقت، وبدأ يحكي للقراصنة عن عمه هركليز اللي اتولد طفل. اه ما هو اكيد يعني مش هتولد راجل يعني، لكن مش زي اي طفل بقى، لانه يبقى هركليز ابن ام هركليز، ولما اقول هركليز يعني القوة والصلابة حتى لو كان طفل. واكبر دليل على كلام التعابين دول اللي نواياهم خبيثة وكانوا عاوزين يقتلوه، لكن عرفوا متأخر هما بيتعاملوا مع مين. ولما الطفل كبر ووصل لسن البلوغ حب يختبر مدى قوته وراح ينفذ مهمات مستحيل حد يقدر حتى يفكر انه ينفذها، واولهم لما دخل في معركة مع الوحش العملاق اللي المفروض اسمه هيدرا لكن هنسميه ابو الروس، وده بسبب ان عنده ادمغة كتير، لكن لما وقف في طريق هركليز عرف متأخر انها كانت معركة خسرانه لانه بقى اسمه ابو ولا راس بعد ما خسرهم كلهم. وبعد ما خلص عليه راح للمهمه التانية، وهي انه هيقتل الخنزير الاسطوري العملاق بغباوه ده، وبكل بساطه نجح في مهمته. وبعد ما خلص عليه راح لاصعب مهمه واقوى عدو ممكن يقابله، وهي انه هيحاول يقتل الاسد العملاق ده، وما كانش زي اي اسد لان جلده اقوى من الدرع لدرجه ان مفيش اي نسل يقدر يخترقه. وفي الوقت اللي هركليز راح له فيه مزاجه كان متعكر، فهجم بغباوه وبدون اي تفكير، فتسبب في ان هركليز قتله ببساطه، وده طبعا بعد ما فسخ راسه لنصين. والقراصنة بعد ما سمعوا الحكايات دي قالوا له اه صح، مش ده اللي مسك الحديد تناه وزق القطر من شاء وكال الموز والقشر رماه، ولع يا ابني في ام الحبل ده وخلانا نخزو الواد اللي بيشتغلنا ده. واول ما ولعوا في الحبل اليوس بقى عمال يبص على الخازوق ويقول يا ترى هيدخل فين بالظبط، لكن فجأة هركليز وصل وهو لابس راس الاسد اللي قتله، قال للقراصنة صاحب الارض عرض عليا الذهب عشان اطردكم منها، فيا تختفوا من وشي يا اقتلكوا، كده كده هاخد الذهب. وقائد القراصنة قال له يعني انت عاوز تخلص علينا لوحدك، وفي خمسة هجموا عليه فخلص عليهم بضربة واحدة، وبعد كده قال لهم انا مش لوحدي لان معايا فرقتي اللي هم اوتوليكس وكان محترف في استخدام السكاكين الصغيرة واتلانتا، ودي بقى حكاية في استخدام الروما، وده انفيارس وهو مقاتل حلو لكن مهاراته في التنبؤ ببعض حاجات ملهاش اي 30 لازمة. واخيرا تاديوس وده شغال بالفاس ومش راحم وباي حد بيقف في طريقه بيندم. ولما خلصوا على القراصنة الحبل اللي رابط اليوس كان خلاص اتحرق والواد هيتخزق، لكن هركليز لحقه والواد وقع قدام الخازوق بالظبط ابن المحظوظة، وقال له انت عارف انت لو اتأخرت لحظة انا كان ايه اللي هيحصل فيا؟ بصراحة كانت موتة هتوجع قوي. وبعد كده انفيارس شاف نبوءة في النار ان هيكون في اتحاد بين الغراب والاسد وهيدخلوا حرب وكمان هيمشوا في بحر من الجثث. واوتوليكس لما سمعه قال له ما تجيب لنا من الصنف اللي بتشربه ده لان بصراحة كده نفسي اجربه، وراحوا مع بعض عشان يحتفلوا بالذهب اللي خدوه. هركليس كان نفسه يعمل له مهمة او مهمتين كمان وياخد من وراهم ذهب كتير عشان يسافر لمكان بعيد ويعيش في سلام وامان بعيد عن الحروب والقتل. وفجأة امنيته بدأت تتحقق لان في واحدة جميلة دخلت عليه واسمها ارجينيا، ودي تبقى بنت الملك كوتس، وطلبت منه يساعد ابوها في حربه اللي قرب يخسرها ضد امير الحرب ريسوس، وعرضت عليه انه لو وافق يساعده ما يدفعوا له وزنه ذهب، فعجبته الفكره. لكن اليوس شاف شعار الغراب مرسوم على دروع حرس ارجينيا، فعرف ان دي الرؤيه اللي انفيارس شافها وشكلها هتتحقق لان الاسد يبقى شعار هركليز. وبكده الغراب والاسد اتحدوا مع بعض واتحركوا لحد ما وصلوا لمملكه تراقيا شرق اليونان. واول ما دخلوا قابلوا الجنرال سيتيكليس قائد الجيش الكحيان، والطفل ده اسمه اريس وده يبقى ابن الاميره ايرجينيا، المفروض برضو انه هيكون ولي العهد لمملكة تراقيا، وكان من اشد المعجبين بهركليز والقصص اللي بتتحكي عنه، وبسببه هركليز بدأ يفتكر مراته وعياله وكان حزين جدا، فافتكر اسعد لحظات حياته لما ملك اثينا واسمه ارثيوس قدمه للشعب لانه بطل الشعب والكل كان بيحبه وبيحبه جدا، وكمان مراته وعياله كانوا معاه. لكن زي ما افتكر اللحظات السعيدة دي افتكر برضو بعض لحظات مشوشة لموت مراته وعياله، ففأمن ذكرياته بسرعة وراح يقابل الملك كوتس اللي قلل من شأن فرقة هركليز وقال دول شوية هو وما ينفعوش المهمة اللي انا محتاجكوا فيها، لكن اتلانتا ردت عليه باسلوب يليق بمقاتلة فاعتذر لهم وقال لهم الغلطة دي عندي ما تزعلوش، وتعالوا بقى اما نغديكوا عشان نكون عيش وملح وجاهزين. وبدأوا يحكوا لهم عن عدوهم ريسوس اللي قتل اغلب جيشهم ودلوقتي ما عادش باقي غير شوية مزارعين وما لهمش في الحرب، وخايفين من ريسوس لانه ساحر ومعاه جيش من الوحوش نصهم بشر والنص التاني خيل واقوياء جدا ومرعبين. وتاني يوم هركليس جمع جيش المزارعين بتاع الملك كوتس وقال لهم اهم حاجة في المعركة انك ما تموتش في
اول نص ساعه، وانا هعلمكم ازاي تحافظوا على حياتكم في المعركه عشان تموتوا في المعركه اللي بعدها. وامرهم يعملوا تشكيله دفاعيه وفعلا اصطفوا بشكل حلو، وتيديوس دخل فيهم براسه وكانوا ضعف خالص، والتشكيله الدفاعيه اتدمرت بكل بساطه. والملك استدعى هيركليز وقال له ان الشخص ده اسمه فينيس وشغال كشافه، وشاف ريسوس بدا يتحرك ومعاه جيش قوي جدا، وكمان معاهم شياطين بتساعدهم عشان يهجموا على اخر مقر جنبنا وهيوصلوا خلال 6 ايام. ولكن هيركليز قال لهم الجيش محتاج لشهر تدريب على الاقل عشان يبقى يه. لكن الملك قال له لازم تتصرف لان ده اخر مكان بيحمينا، وبعد كده احنا اللي هيكون علينا الدور. وبالليل ارس ابن الملك سمع صوت مرعب جاي من الاستابل، فراح يشوف ايه الصوت ده، وفجاه لقى تيديوس حاول يمسكه فترعب منه وهرب. وهركليز قابله وقال له تيديوس من اقوى رجالتي اخلاص، لكن اتولد في الحرب وعاش فيها وشاف اهوال دمرت عقله، ولحد دلوقتي رافض يحكي اي حاجه من اللي شافه، لكن بيحلم بالاهوال دي كل يوم. وبعد كده خد الطفل عشان يودي له امه ارجانيا، فلقاها في سكنات المرضى عشان بتعالجهم، فسالها ليه بتعملي كده، فقالت له لان معظم الدكاتره ماتوا في الحرب فحبيت اني اساعد شعبي باي حاجه. وتاني يوم جمع الجيش وتحركوا بيه في رحلتهم الطويله عشان يدافعوا عن المقر الاخير، لكن لما وصلوا اكتشفوا انهم كانوا متاخرين لان كل اللي في المكان اموات والمكان متدمر ومحروق بالكامل، وغير انه مليان جثث. وانفيروس قال لهم الاسد والغراب ماشيين في بحر من الجثث، صدقتوا ان كلامي كان حقيقي؟ وهركليس حس ان في حاجه غلط، وفعلا عارف ان كان معمول لهم كمين وفي جنود كتير عاملين نفسهم اموات لكن قاموا فجاه عشان يحاربوا، وفجاه طلع لهم جيش كامل من تحت الارض. وهركليس اول ما شافوا امر الجنود تاخد وضعيه تشكيله الدروع، وده عشان يحموا الملك. وبعد كده سال انفيروس هو احنا هنموت دلوقتي على اساس يعني انه بيتنبأ يعني؟ فقال له لا، هو انا بصراحه لسه مش هموت في المعركه دي، انما انت انا مش عارف في نظامك ايه. وفي واحد من جيش العدو طلب مبارزه مع هيركليز، وهيركليز خد راس السهم من اتلانتا وما اتحركش من مكانه، كل اللي هو عمله كل المعلم ده واحده في دماغه فجابه الارض. والعدو اول ما شاف كده خاف لان اللي مات ده اقوى واحد فيهم، وجيش هيركليز اتحمس وحس انهم محصنين من الموت، والمعركه بدات وكانت قويه جدا، وهيركليز والاربعه اللي معاه قتلوا كتير جدا وبدون اي رحمه. وانفياروس كان بيقتل في العدو بالجمله وبدون تفاهم، وده ما كانش حاجه بأتلانتا اللي تعتبر خلصت على الجيش لوحدها. وجيش العدو بعد عناء عرف يخترق جدار الدروع، وكانوا عاوزين يوصلوا للملك بأي طريقة. وهركليز لما شاف كده أمر رجالته تهجم بالعربات، وفجأة ظهر واحد من ظهره وطعنه، لكن كانت شبه الخربوش كده ففعص الواد اللي طعنه ده، وركب على عربة حربية عشان يوصل للملك بسرعة. وكمان أنفيروس ركب على عربة مسلحة وفيها سيوف من الجنبين وقتل بيها كتير جدا وهو ماشي في طريقه. وهركليز أنقذ الملك على آخر لحظة وقتل كل الجنود اللي محاوطاه وكانت بتحاول توصل له، والباقي خاف منه وحاول يهرب. وفي الوقت ده الجيش اتحمس والعزيمه رجعت لهم تاني، ورتبوا صفوفهم من جديد، لكن ما لحقوش يفرحوا كتير، وده لانهم لقوا شخص واقف على قمه جبل كان بيتفرج على المعركه ونصه انسان ونصه حصان، فخافوا منه. هركليز قال للملك انا حذرتك ان جنودك لسه محتاجين تدريب، وكل اللي ماتوا دول دمهم في رقبتك، واعمل حسابك ان اللي فات تسخين واللي جاي الله المعين، ولازم تديني وقت عشان اعرف ادرب مقاتلين عشان يقدروا يسدوا معانا في المعركه. والملك قال له خد الوقت اللي تقدر عليه. وستجليس حكم على الكشاف فينيس بالإعدام لأنه نقل معلومات غلط اتسببت في موت كتير جدا. وقبل ما يقتله أوتيليكس لحقه وقال بيتهيألي كفاية الناس اللي خسرناهم في المعركة، وخد فينيس وقال له لو غلطت تاني أنا اللي هقتلك بنفسي. وبالليل لما هركليز نام بدأ يحلم بمراته وأطفاله اللي ماتوا مقتولين، وفجأة لقى إيده غرقانة بدم، وأرثيوس ملك أثينا قبض عليه بتهمة قتلهم وقالوا المفروض أعدمك، لكن أنا هسيبك عايش عشان تشيل ذنب قتلهم بقية حياتك وكمان تعيش في عذاب. وطردوا من المملكه، وهركليز اما في ذوق فخرج من خيمته يشم هواء، وكان بيتمشى في وسط جثث كتير، وفجاه شاف مراته وعياله ميتين قدام عينه في وسط الجثث دي، وفي ذئب اسود عملاق بثلاث رؤوس راح ياكلهم، فحاول يحميهم ويقتله لكن الذئب اختفى. وتيديوس شاف هركليز فرح له، وهركليز كان منهار لانه بقى بيشوف مراته وعياله اللي ماتوا حتى وهو صاحي. وتاني يوم انفياروس قال لهركليز عشان الهلاوس دي تبطل تجيلك لازم تلاقي الذئب ابو ثلاث رؤوس ده وتقتله. وارجيني راحت قعدت مع فرقه هركليز وسالتهم لو الكلام ان هركليز قتل مراته وعياله ده حقيقي، فقالوا لها محدش يعرف الحقيقه ولا حتى هو يعرفها، لانه لقى نفسه فجاه فايق ودمهم في ايده، وهو عنده اعتقاد انه ما قدرش يسيطر على غضبه فقتلهم، وعشان كده طلب من اتلانتا انها تبعده عن العالم عشان ما يأذيش اي حد بريء تاني. وتاني يوم اليوس جمع الجيش وقال لهم مين عاوز يستخدم خوذة هيركليز اللي صنعها من مخالب الشيطان بعد ما قتل، والجنود كلهم كانوا منبهرين من انجازات هيركليز اللي اليوس بيقول لهم عليها، لحد ما القائد وصل وقال لهم دي كلها خرافات وانتوا بتصدقوها شبه الحمير. واليوس قال له طب ايه رايك تجرب درع هيركليز؟ فلبسه قال لهم درع جلد هو اللي هيحميني في ارض المعركه،
وكان بيستهزأ قوي، وقبل ما يكمل كلامه تيديوس ضربه في الدرع والدرع ما تأثرش فسكت خالص وما بقاش قادر يرد. فرمى الدرع ومشي، وإليوس قال لهم ده اتصنع من جلد الخنزير العملاق اللي جلده غير قابل للاختراق. وبدأوا يتدربوا على فنون القتال تحت ايد هيراكل وفرقته، وبعد تدريبات كتير كانت صعبة ومتعبة الجيش بقى منظم وقوي، وكمان تيديوس ما قدرش يخترقهم زي الأول. وبعد ما بقوا جاهزين الملك اتحرك بالجيش عشان يهجموا على ريسيوس ويخلصوا منه، ولما قربوا من جيشه لقوا مجموعة مستنينهم في مكان عالي ونصهم بشر ونصهم أحصنة، والمنظر ده لوحده خلق الرعب في جيش هيراكل. وبعد كده جيش العدو احتشد قدامهم، وهيركليز عرف ان في حد محذر العدو وعشان كده مجهزين نفسهم للمعركة. ولما الجماعة اللي فوق دول نزلوا الارض المعركة طلعوا بشر عاديين على احصنة، لكن كانوا عاملين خدع عشان يخوفوا العدو مش اكتر. وريسيوس القائد كان معاهم، وكمان فينيس الكشافة طلع هو الخاين اللي بعت الملك بجنوده للفخ اللي وقعوا فيه، وكمان هو اللي حذر ريسيوس بان هيركليز هيهجم عليه بجيشه، وجيش ريسيوس هجم على جيش هيركليز وكان اكتر منه بثلاث مرات، وكمان معاهم خيول والمقدمة بتاعتهم كانت قوية جدا، لكن هيراكل كان مجهز عربيات عشان تهجم فجأة بسلاح السهوم، وده تسبب في تدمير مقدمة جيش العدو وبقت ضعيفة جدا. وكمان هيركليز كان مرتب جيشه صح، ورمات السهوم بدأوا يقتلوا كتير جدا في الجيش بتاع العدو، وهو في نفس الوقت تشكيلة الحماية الأمامية بتحميهم، وجيش العدو هجم بسهوم مشتعلة كتير، وهيراكل أمر جيشه ياخد تشكيلة دفاعية، وأنفيروس فتح صدره للسهوم عشان نفسه يموت، لكن ولا سهم دخل فيه، وكمان ولا واحد في الجيش مات، وده تسبب في رعب جيش العدو وبدأوا يهربوا من أرض المعركة وهم خايفين. وريسيوس رفض يهرب وجاله فكرة غبية، وهو انه يقتل هيراكل عشان الباقي خاف، وكمان ممكن جيشه يرجع يتشجع، لكن هي كانت فكرة بس لانه ما نفذش منها غير انه راح لهيراكل. فقلبوا وحصانه بكل بساطة وخدوا اسير مع شوية اسرة تانيين من جيشه، والملك كوتس اللي كان مرعوب منه بدأ يهين ويستهان بيه قدام الجيش، لحد ما هيركليز قال له وقف اللي بيعمله لانه ما عجبوش بصراحة اللي بيحصل، وقوم ريسيوس فقال له هيركليز انت ساعدت طاغية عشان يذبح امته. وهيركليز قال له انا ما عملتش حاجه غير اني وقفتك من تدمير القرى وقتل الناس. وريسيوس قال له انا ما عملتش كده، واسال نفسك لو الملك كان محبوب قوي كده ليه هيأجر مرتزقه عشان يساعدوه في عمله القذر. وبالليل عملوا احتفال بنصرهم، وكانوا رابطين ريسيوس قدامهم، وارجينيا لما شافته صعب عليها وراحت تديله ميه، لكن الملك اللي هو ابوها رفض فسابته ومشيت. وهيركليز شافها وهي ماشيه فراح وراها وسالها انا ليه شايف نظرات شفقه في عينك لريسيوس، فرفضت تتكلم، فقال لها يعني ابوكي هو اللي بدا الحرب دي من الاول وانت عرفتي تكذبي عليا زيه. فقالت له انا عملت كده عشان ابني، لان لو عصيت اوامر ابويا هيقتل ابني عشان يعاقبني، وانا عملت اللي اي واحده ممكن تعمله عشان تنقذ ابنها. وقالت له ان جوزها كان ملك وابوها سممه عشان يمسك الحكم منه، وريسيوس رفض بكده وقاوم، وبسبب كده الحرب بدات، والملك الحقيقي المفروض يكون ابني اللي هو ابن الملك اللي ابويا سممه. وستيكليس قائد الجيش معهم، لكن عمل نفسه عبيط وقال لهركليز الملك عاوزك، وهركليز راح له وقال له انت خنتني، لكن الملك قال له ما تتكلمش في الماضي لانك بصراحه سلمت لي الحكم على طبق من ذهب، فايه رايك تمسك قائد جيوشي؟ لكن هيركليز قال له انت عاوزني انا اخدمك انت؟ والملك قال له خلاص يبقى خد الذهب اللي اتفقنا عليه وامشي من هنا. وهيركليز خد الذهب وخرج مع فرقته، وكان ذهب كتير ويعيشهم ملوك لبقيه حياتهم. لكن هيركليز قال لهم انا مش همشي، ولازم ارجع اخلص على الملك ده واريح المملكه دي منه، وكل الرجال توافقوا يرجعوا معاه الا اوتوليكس اللي رفض وقال انا هاخد الذهب واعيش حياتي زي الفل كده لاني قرفت من كتر الحرب. وانفيرس قال لهم انه اتنبأ بموته في اليوم ده بسهم مشتعل، وكان مبسوط لان دي هتكون نهايته وهو كان نفسه اصلا يموت. واوتوليكس خد الذهب كله وخلع، وهيركليز دخل مع فرقته تاني للقصر، لكن اتحطوا بجيش عملاق، وتقريبا كده كانوا مجهزين نفسهم او شاكين ان هيركليز هيعمل كده. وقائد الجيش قبض على ايرجينيا وقال للملك انا سمعتها وهي بتتامر مع هيركليز، فخدوا منها ابنها وضربوا هيركليز وربطوه بسلاسل، وكل رجالته محبوسين جنبه. اول ما فاق لقى ذئب قدامه بثلاث روس فخاف منه، لكن لما عينه شافت حلو عرف انهم ثلاث ذئاب مش ذئب واحد. وكمان ارثيوس ملك اسينا كان واقف قدامه وراح وهو كله ثقه في نفسه وضربه، وهيركل قال له الذئاب دي كانت موجوده في اليوم اللي قلت ماتت فيه، وافتكر انه لما شرب عصير التفاح اتخدر، فعرف ان ارثيوس ملك اسينا هو اللي خدره وسمح للذئاب دي بانها تقتل عيله هيركليز، وبعد كده غرق ايده بدمهم واتهموا ان هو اللي قتلهم. وارثيوس قال له هو ده بالظبط اللي حصل، وكانوا بيصرخوا بصوت عالي جدا وهي ذئاب بتاكل لحم بناتك اللي كان لسه طازه، وعملت كده عشان الناس كانت بتهتف باسمك اعلى من اسمي وكان لازم امحك من الوجود. والملك كوتس امر الحراس تعدم بنته ايرجينيا قدامه وربطوها عشان يطيروا راسها، وهيركليز ما قدرش يسمح لهم بكده فاتعصب واستخدم كل قوته الروحيه اللي بتكون في كل انسان وكسر الارض اللي مربوط فيها، وطبعا مش كل انسان يقدر يعمل كده بقوته الروحيه لان الروحيه دي تبقى
ام هيركليز، فيعني كان قوي بزياده. لما راح يطب امك ابقى اتكلم. وبسرعه قتل الشخص اللي هيقدم الاميره وانقذها، والملكين هربوا والسبب الذئاب تهجم على هيركليز ووقفوا يشوفوه وهو بيموت، لكن خلص عليهم بكل بساطه وما حصلوش حاجه غير شويه جروح بسيطه كده. وحرر اصحابه وراحوا ينفذوا مهمتهم وقتلوا نت كتير جدا، وفي سهم مشتعل كان هيقتل انفيروس ففتح له دراعه كده، لكن هيركليز مسك السهم وقال له لسه مش دلوقتي لان محتاجك. وبعد كده كمل طريقه ورا ملك اسينا اللي كان بيهرب قدام عينه وهو عامل شبه مغتصبين الاطفال على راي ديدبول، واللي ما شافش ديدبول او ما يعرفوش هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. المهم ان الملك كان بيعيط وبيترجى هيركليز يسامحه وانحنى قدامه، لكن انتهى الكلام وقتله بطريقه انا شايف انها بسيطه عليه بصراحه، لانه المفروض يتعذب اكتر من كده. وقائد الجيش ضرب هيركليز من ظهره وكان هيقتله، لكن اليوس قتل البتاع ده من ظهره برضه، واتجمعوا مع بعض وراحوا ورا الملك كوتس، لكن لقوا جماعه الجيش واقف مستنيهم بره. وكمان هددهم بقتل الطفل اريس ابن ارجينيا، لكن اوتوليكس ظهر وقتل الجندي اللي ماسك الطفل وقال لهم ما هنش عليا اسيبكم والله يا رجاله. واريس حاول يروح لامه بسرعه وتاديوس راح عشان يحميه وصد سهم من عليه لحد ما وصل لامه، لكن تاديوس اتضرب بسهم فقرر انه يقتلهم كلهم ودخل في وسطهم وخلص عليهم، مع انه خد مزرعه سهم في جسمه ومات لكن بعد ما خلص عليهم الاول. والجيش كامل دخل يهجم عليهم، لكن قطعوا طريقه باطباق النار دي والجنود خفت ورجعت. وهيركليس كان حزين جدا على تاديوس فقام ورفع التمثال العملاق ده بكل قوته، وكان تمثال كبير جدا وتقيل جدا وعرف يوقعه على الجنود فقتل منهم كتير جدا وراس التمثال اتكسرت. وخدت الملك بالحضن فطيرته من على مكان عالي، وبكده خلصنا منه. كل الجنود خافوا من هيركليس، وهيركليس خرج قدامهم وهو كله ثقه، وكمان جروحه اختفت. ومش عارف بصراحه الفيلم ده تقريبا كده مقتبس من فيلم هندي، ولو عاوزين تشوفوا الهندي بجد شوفوا الفيلم ده ترابل ار، ووعد مني هتموتوا من الضحك. المهم الجنود رمت اسلحتها وانحنت قدامه وحيوه عشان يبقى الملك الجديد بتاعهم، وكمان حرر ريسيوس.